السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة أسواق الجزيرة للمؤشر على اليوتيوب. اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم يا شباب 8 تموز 2023، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. احنا في سوق البقرات جنوب الحسكة اليوم السبت. السوق طيب وغالي والأسعار زينة والعالم كلها تشتري وتبيع ما شاء الله تبارك الله. رأس السوق الخروف بكل أشكاله والجدي يا شباب ما شاء الله تبارك الله، الجدي والخروف هذا قاعد نشوفه قاعد ينباع أكثر شيء بالسوق. هلا بالنسبة للنحجة بيها كسر بسيط أما ما عليها سوم، ما نقدر نقول كسر لأنه ما عليها سوم، ما نعرف قد قاعد تنسام لأنه ما شاء الله تبارك الله. أما الجدي هو رأس السوق ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على سيدنا محمد. احنا برج الدلال علي ابو ايناس ما شاء الله تبارك الله. والله ابو ايناس وضعك صعب، لازم ما تمشي، لازم كرسي كرسي وتقعد عليه. ايه اي والله يعين الله. ايوه جدايه من 700 ريال ما صار امشي. 21 جدي، لا ما صار ولا 100 لسه. 21 جدي يا شباب. ريد 700 700. مليون من كيه. 700 700 ما صار امشي. هذا انا خرفان؟ مليون و200 صار. نعم مليون و200 مليون ونص. مليون و200 الشبش صار مليونين و... مليونين؟ مليونين ونص. مليونين ونص. نعم صار مليونين ونص. وريد 3.5 يدفعون 2.5 والطلب 3.5. اي نعم ايوه. بعدين على 3 ان شاء الله فوق الثلاث. هاي عندك هاي زادها؟ فطايم هذول نريد 700 700. فطايم 700 700. ابو ناس يا شباب مرضان مسكين مصوب رجله. طلبنا 700 طلبنا ما صار. هكا ما شاء الله تبارك الله. السوق طيب يا شباب للحم الخروف الوردي والجدي. الله سعيد جدا مو مسيومه بس دنيا الصبح يعني لسه. هاي العنز ابو ايناس. هاي عيوني هاي مليون و300 ريال. مليون و300 تريد عنز لحم؟ نعم العجل لحم. هاي العجل لحم. مليون و400 ريال. مليون و400 جدي. جدي 900 ألف. 900 ألف. تمام. ثنية مليون و200. مليون و200. نعم. فطيمة ب 600 ألف. فطيمة 600 ألف. فطايم على 700 700. أريد شوي 700 700 وما صار امشي. ما صار. جدي أريد ب 600 ألف. 600 ألف. ثواب على 800 800 على بعض. قلم على 800 800. قلم جنية. ها قلم جنية. ايه 800 800. ما شاء الله تبارك. 800 800 يطلب علينا يا شباب ما شاء الله تبارك الله. هلا السوق يا شباب قلنا لكم للجدي وللخروف كويس، اما سبحان الله من دلال لدلال تختلف الحركه. يعني اذا يجي على دلال وما عنده حركه هذا مو شرط انه السوق مو مازيه، لا سبحان الله. يعني احنا قاعد ندوج بالسوق كثير يعني ونشوف يعني سبحان الله البيع والشراء. والله يرزق العالم. شوف في ناس ما قاعدين يسمعوا عن شيء. سبحان الله رزق رزق من الله. ننتقل عند الدلال الزعيم الحمداني ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا عند علي يا شباب، عند علي ابو ايناس مو عند العمار. يطلب عليه مليون و300 مليون. اي نعم لحم وجنيه. نعم ما شاء الله تبارك الله. لحم مليون و300 ما شاء الله تبارك طلبنا من الله. ما لك قلبك شر ابو ايناس ان شاء الله. سلامات ان شاء الله. نكمل يا شباب عند الزعيم الحمداني عمار ابو احمد ما شاء الله تبارك الله. شوف الحركة عنده صار 900 ألف. هذا خارف شايفين الشباب الحركة على الخارف شلون من دلال لدلال تختلف الحركة. هذا كله فاضي 50 اشتري 50 اشتري 50 وحياك ابو قزح على راس ابو احمد. يلا اشتري 5 تطلع السوق شاي وشايف ما ابي 25 يلا شديد عليه 50 زاد 925 يا شباب. 50 اراجل 50 باعك الايزاك 50 اراجل. يلا كانكم تقرمون بعضكم. اخوان احنا اخوان. اه والله ترى اخواني يا شباب. 50 بس الدلال ما عنده مزح. ان كان اخوه ولا غير اخوه ما في مزح. هالجداية يا ابو احمد 550 ويريدن 600 ما شاء الله تبارك الله. الخرفان يا ابو احمد. والله هذا خروف. اعرف خروف. مليون و100؟ ايوه هذا؟ هاي فطيمة. فطيمة. 850. ما شاء الله تبارك الله. تمام هذا ابو احمد؟ مليون و200. ما شاء الله تبارك الله. هذا خشن هذا؟
الزينه الكبير هذا 400 صار مليون و400 ما شاء الله تبارك الله. هاي يطلب عليها مليون و300 شباب من عجم ما انباعت ما صارت شيء. مليون و25 خرفان. هذا انا ابو احمد الجدايه. الجدايه انا اللي صار 450 ما شاء الله تبارك الله. انباع انزل. الخرفه جواك هذاك الابيض. الصلاة على النبي. ما شاء الله شايفين شنو الحركه يا شباب من دلاله دلاله تختلف الحركه. يعني دلال ما عنده حركه دلال عنده حركه سبحان الله. انا قاعد استغرب هالشيء هذا الحمد لله رب العالمين. هاي وصلنا يا شباب رجل دلال خالي ابو حسن. شو اخبارك ابو حسن؟ خير. شلون الاسواق؟ والله زينه ماشي عاد. بس الحلال قليل حيل ابو حسن. اي عاد يا رب ايش منين اجيب حلال؟ والله الحلال قليل. الحلال قليل. الغنم هاي ايش وضعها هاي؟ ما صارت بشي والله. ايش طالبين عليها؟ طالبين من الله 15. مليون ونص مليون ونص شباب وما صارت بشي. والخروف؟ الخروف صار 14. 14. مليون و400 صار الخروف يا شباب. ما شاء الله تبارك الله. هاي الفستيكه جت تترس علينا. يلا اخو جاد الفستيكه جت شالك البال يلا يلا. إيه. هاي تغنى يا شباب رجل دلال عمي فيصل ابو مازن ما شاء الله تبارك الله. مليون و100 ايش قد؟ هذول مليون و25. مليون و25 انباعن. ما شاء الله تبارك الله. 12 12 تحت الحلال ما في اللي فيه. مليون و200 وما باعن. مليون و200 وما انباعن. الربج هذا يا شباب ما شاء الله تبارك الله. مليون و200 وما انباعن اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. وجدايه 400 400 شباب وما انباع ما شاء الله تبارك الله. السوم على جدي وعلى الخروف يا شباب اللهم صل على النبي. طبعا الخروف بكل اشكاله هذن 400 400 وما انباع. 400 400 وما انباع. بان جدايه عند ابو حاتم راح ببلاش. هلا مازن ما شاء الله تبارك الله. هذن 375 ابو غزال. الثلاثه القيدانيه 375 يا شباب. الثلاثه هذن 375 وما انباع. بيش هذا ابو مازن؟ ايوه صار 16 يا ابو مليون و600 ما شاء الله تبارك الله. فعل يا شباب حمداني اللهم صل عليه. مليون و600 الف مليون و600 اللهم صل على سيدنا محمد. وصلنا يا شباب السوق الطيور عند ابو حاتم. شو اخبار ابو حاتم؟ اهلا وسهلا. شلون السوق اليوم؟ والله ماشي بيش هدي شاب؟ هذا اريده 25 25 الف. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا يا شباب. طبعا اليوم السبت احنا في سوق الطيور اليوم 8 تموز. قناتنا اسواق الجزيره ماشي على اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله. هذا انا ابوه؟ انا صار 25. 25 والاخر؟ الاخر 25. ايوه 25 25. طيب هذا انا؟ 20000. انا صار 20 20. 20 20. اربط اربط تماما. هاي الفراري جاي؟ هذا انا صار 8 8. 8 اريد 12. 8 8. وهذا ابو حاتم؟ هذا انا 25 25 25 25 دجاج دجاج ما شاء الله تبارك الله. هذنا؟ هذنا اريد 22 الدجاج 22 22 وديك؟ وديك هذا اريد 27 27 طيب هنا؟ هذه على مصر ايش قد صارت؟ 61 وينها؟ هي هي؟ 71 وراها 8 سواسي 8 سواسي؟ ايه صارت 71000 ايوه ايوه يلا توقع علينا هذا انا؟ هذا وراها 15 ضيع ابو حاتم ايش قد صارت؟ يلا مو مشكلة 71 صارت 71 صارت هذا انا صارت 6 6 سواسي 6 6 ودي ايش هذا؟ صار 20000 20000 كمل عند ابو احمد يا شباب نشوف الاسعار. شو اخبار ابو احمد؟ بيش الصيصان هاي؟ هاي صار 15 15 الفرخ الواحد يا شباب ما شاء الله تبارك الله 15 15 طيب ابو احمد هذول الديكين هذول صغار؟ صغار صاروا 20 20 20 20 ايه تماما هنا شنو؟ 25 بدلالته 25 بدلالته شنو هاي وراء سواسي؟ هاي جوا سواسي الدجاج ايه 21 فرخ صارت 90000 90000 21 فرخ ايه تماما هنا هاي ما صار شيء ايوه هديك هذاك صار ب 20 وهذا 20 هذا 25 وهذا 25 ايه تماما والدجاجات هذا؟ الدجاجة هاي صارت تزاد 10 15 15 هاي البطة؟ هاي ما صارت شيء تماما يا ابو احمد كمل عند ابو حسين يا شباب بيش هذا الابراهيمي البندوق؟ 35 هذيك ابراهيمي بندوق يا شباب يعني ابوه ابراهيمي وامه دجاجة عادية مزبوط؟ اقول امه عادية وابوه ابراهيمي مزبوط
صار يطلع بندوق صار 35,000. تمام. وهاي العلوكة شنو وراها؟ وراها سمك راس عرب. عرب دجاج يعني. بيش رايدها؟ والله رايدها 60,000. 60,000 وراها سبع صواصي شباب بس دجاج. والفحلات؟ صار 100,000.